السلام عليكم ورحمة الله طلاب الطاقة، الله إن شاء الله. طبعا الآن راح نبلش يعني في موضوع نيوكلير انرجي، نأخذ بالتفاصيل الآن. يعني احنا أخذنا بشكل عام نبذة نظرية عن الفيزياء النواة، عن الديكي، عن الراديو اكتيفيتي، أخذنا عن النيوكلير فيشن فيوجن، يعني المعادلات الرياضية الرئيسية. الآن هل كل هذا الأمر كيف إحنا راح نستخدمه ونستفيد منه في أغراض سلمية بشكل عام؟ فراح نتحدث عن realities of nuclear energy، يعني وقائع، يعني أو واقع الطاقة النووية، resources مصادر، ال waste اللي هي مخلفاتها، and disasters اللي هي مخاطرها، the promise of fusion يعني الوعود اللي ممكن احنا ناخذها من اللي هي الفيوجن. الفيوجن طبعا غير مسيطر عليه لحد الان، يعني ما في تفاعلات اندماجيه زي المفاعلات النوويه اللي هي على الانشطار. طبعا المفاعلات النوويه كلها انشطاريه، لكن ما في مفاعلات نوويه اندماجيه، يعني السيطره ما في لحد على هذا النوع في المستقبل. لكن في يعني ابحاث عن هذا الموضوع وفي تجارب عن هذا الموضوع، لكن يعني نقول انه في يعني مثلا مفاعلات اندماجيه وتم السيطره عليها واستغلالها في الاراضي السلميه، ما في، كلها انشطاريه، كلها على الفشل. الان مثلا الانشطار، نحكي بشكل عام summary of fission يعني عن الانشطار، ملخص عنه. احنا معروف معنا اليورانيوم مثلا بسموه نيوكلير فيول، فيول يعني الوقود النووي اللي هو 235. هذا يعني بيقدر يعمل مثلا انشطارات عشوائية، لكن يعني غير محفزة دائما. في عندك يعني ظروف معينة لازم تجعل من هذا اليورانيوم 235 انه ينشطر بفعل زي ما حكينا النيوترون، يأتي من الخارج نيوترون يعمل خلل داخل 235 وبيعمل انشطار. لكن هل اليورانيوم مثلا 238 ينشطر؟ لا، لا ينشطر بفعل نيوترونات، وإنما يحتاج إلى تعديلات كثيرة جدا، وهذه عملية صعبة جدا. الأسهل إن الأفضل إنه إحنا ال 235 هو اللي نستخدمه، لكن للأسف الشديد هذا ال 235 نسبته بالطبيعة بالمقارنة مع اليورانيوم 235 هو 7 بالعشرة%. يعني كل 1000 ذرة من اليورانيوم 238 نجد منهم 7 ذرات من اليورانيوم 235. فهذا يعني عملية يعني تخصيب اليورانيوم اللي بتسمعوا فيها هي عمال يعني نزيد النسبة من 7 بالعشرة%، نوصلها لـ2 لـ3 لـ4 وما إلى ذلك، وممكن إذا أغراض عسكرية نوصلها لنسب 90% وأكثر. طبعا في عنا بصير هون مثلا ممكن أنا أعمل مثلا الطاقة والطاقة الحركية اللي بتنتج عن الانشطار النووي لشظايا الانشطار، وفي عندك جاما تنتج كمان في طاقة، يعني طاقة عندها، هذا كله بيعمل على ايش؟ هيت. فأنا بدي استغل هذا الهيت صراحة اللي هو ناتج عن الكينيتيك انرجي البارتيكلز، اني انا استغله في تسخين المياه. اذا سخنت المياه ممكن أنا أقدر أعمل طاقات وأستفيد من هذه الطاقات، طاقة كهربائية أو ما إلى ذلك. إحنا اليورانيوم 235، أقول لك يعني هو المثال بيعطيك كيف قديش الطاقة اللي بيعطيني إياها. 1 جرام 235 حوالي 65 بليون جول or about 16 مليون كالوري. يعني لو حولت الجول لكالوري بيطلع 16 مليون كالوري. هذا لو قارنته مع الجازولين، مع البنزين أو الغاز، صح، اللي احنا بنستخدمه عادة 10 كالوري بير جرام. طبعا الغاز أو هذا بيعطينا 10 كالوري للجرام الواحد، يعني بقول لك تانك غاز كامل
كود بي ريبليست، يعني بيعطيك الطاقة، تنكم الغاز الكامل بيعطيك طاقة من 1 مليمتر بيلت اوف يورانيوم 235. يعني لو جبت اسطوانة صغيرة قطرها قديش؟ قطرها 1 مليمتر، يعني شوف قديش اسطوانة صغيرة جدا جدا، طولها واحد يعني ابعادها كلها 1 مليمتر، صح؟ راح تعطيك طاقة ما تعادل تنك كامل ضخم جدا من الغاز. الطاقة، تصور قديش الطاقة اللي ايش احنا نقدر نحصل عليها من اليورانيوم عند الانشطار. اليورانيوم الطبيعي اللي هو بسموه 238، هيو نسبته قديش؟ 99% تقريبا. واليورانيوم 235 نسبته 7 بالعشرة% زي ما حكيت شوي. اليورانيوم 235 نوت فيسل، يعني غير منشطر، اند ابزورب وندرين، يعني كل ما يجي عليه نيترون بس يقوم بامتصاصه. لكن هذا النيترون انه يعمل خلل داخل هذه النواه ويعمل الى انشطارها احتمالي، طبعا الكوانتم ميكانكس بتحكي احتماليته قريب الصفر. In order to nuclear reaction to itself must enrich fraction، شوف لازم ان نعمل تخصيب لليورانيوم، enrichment معناها تخصيب لليورانيوم 235 حتى تصل قديش؟ من 3 ل 5%. يعني هو قديش نسبته؟ تطلع قديش نسبته؟ 7 بالعشرة%. بعد بدنا هاي 7 بالعشرة نرفعها لقديش؟ لثلاث لخمسة، حتى نقدر نستغلها في الأغراض إيش السلمية وطاقة. بقول لك now probability of wandering neutron hitting اللي هي يورانيوم 235 is sufficiently high to keep reaction continuing. السبب الرئيسي اللي بيجعل إنه إحنا نختار اليورانيوم 235 انه هو احتمالي، طبعا احتماليه انشطاره كبيره جدا بفعل نيترون عندما يمتص نيترون. والامر الاخر انه بعطينا نيترونات جديده بعد الانشطار الاول، وهذه النيترونات بترد تولد نيترونات جديده وهكذا. اذا بيستمر شيء اسمه التفاعل المتسلسل، وهذا ايش يعني؟ هذا مهم جدا، انه مش بس احصل على انشطار واحد، انشطار واحد يعني بالمقارنه بالطاقه الطبيعيه ولا شيء، لكن لما تكون نيترونات ونيترونات وطاقات ومتسلسلة هائلة جدا، تحسب هذه الطاقات وتجمعها راح تحصل على طاقة هائلة جدا. الريتشمنت يقول لك is hard to do، يعني عملية تخصيب اليورانيوم يقول لك عملية مش سهلة، صح؟ يعني عملية مضنية، وانت بتشوفوا كيف الدول اللي بتعمل ايش تخصيب لليورانيوم. عادة النيوكلير فيشن لك ان الانشطار النووي يعني هو يعني بيعطينا في النهايه هيت، بيعطينا هيت. هل الهيت انت بتشتغلها في اغراض سلميه في اغراض حربيه؟ لما ضربوا قنبله نوويه على هيروشيما ونينجازاكي استخدموا الهيت، الهيت بس دمرت وحرقت مدينه هيروشيما كامله غير التلوث الاشعاعي. لكن انا بقدر استغل هذه الطاقه الهيت واقدر اسيطر عليها، قدرت اسيطر عليها بكون انا حصلت على شيء اسمه الرياكتر، فعلا. اذا الرياكتر هي جهاز كبير ضخم جدا يستخدم لاستغلال والسيطره على الطاقه النوويه، السيطره على الهيت بتاع الطاقه النوويه، اتحكم فيها. اذا قدرت اتحكم فيها معناته اقدر انا استغلها. اهم شيء، اهم مبدا بالفيزياء هو التحكم، فيزياء الكنترول. اذا روضت يعني احنا الهدف منا نروض الطبيعه، نتحكم فيها ونسيطر عليها، إذا سيطرت عليها بتقدر تستغلها. عدم السيطرة على الشيء لا يمكن أنك تستخدمه لمصلحتك الشخصية، السيطرة هي الأساس. إحنا نسيطر على الجاذبية بنقدر نعمل ونسوق طيارات ونعمل صواريخ وما إلى ذلك، سيطرنا على الطاقة بنقدر نستغل الطاقة في أي وقت وعملها في استغلال في الكهرباء أو في تسيير سفن أو غواص أو تحلية مياه البحر. ما قدرت أنا أسيطر عليها معناته هي عبارة عن قنابل. إذا ما الفرق بين القنبلة النووية والمفاعل النووي؟ المفاعل النووي طاقة مسيطر عليها، القنبلة النووية طاقة غير مسيطر عليها، بس هذا هو. By controlling the chain reaction can maintain hot source، يعني إذا سيطرنا على
اللي هي chain reaction، المهم أهم شيء اللي هي التفاعل المسلسل، نقدر نحصل على إيش؟ على طاقات لسنوات. شو بنستخدم الهيت في المفاعل النووي؟ بنستخدم الهيت في المفاعل النووي حتى بس نسخن المياه، نخليها تغلي. إذا غليت المياه شو يصير عندنا؟ ستيم، ستيم بينبروا على التوربين. هذا التوربين شو بيعمل لنا؟ بيعمل لنا إيش؟ كهرباء. الكهرباء اللي بنحصل عليها القصة الإفشنسي تاعتها بتعرفوا، اللي هي تي هات تايمز تي كولد على تي هات تاعت المفاعلات النووية، ما بتعطيك بين 30 غير 40% تيبيكالي. هاي هي تقريبا اللي هي ليش؟ لأنه في النهاية أنت استخدمت، صراحة واحد بده يقول لك ليش قريبة من مثلا الكارنوت إفشنسي اللي هي مستخدمة في الثيرموداينامكس. السبب انه انت بالمفاعل النووي انت حصلت على هيت. الهيت الان بدك تعمل شو؟ الهيت بدك تسخن المياه، وتسخن المياه بدك تولد كهرباء. خلص انتهى دور الطاقه النوويه له، انه انا حصلت على هيت، فما لها علاقه في موضوع الان. الان الموضوع ايش بصير؟ الموضوع بصير ثيرمودينامكس. الثيرمودينامكس ايش؟ الافشنسي ترجع للطريقه العاديه. فبالتالي الهيت اللي انا بستغله اللي بحصل عليه من الطاقة النووية، خلاص انقطعت دور الطاقة النووية، بصير أسخن مياه وما أسخن مياه، وأعمل على الكوندنسنج وما الكوندنسنج، زي الرسم التالي. شوف زي هاي الرياكتر هون، بكون القضبان التحكم هو الموجود هسه كمان في رسمة. هذا طبعا ستيل لينر والكونتينر، يعني هذا الدرع الواقي، هذا بكون من فولاذ ومن اسمنت مسلح حتى ما يتسرب اشعاع، لانه دائما الانشطار النووي في عنده تسريبات جاما وبيتا والفا، يعني تسريبات واشعه ونيوترونات بتطلع قويه، نيوترونات قاتله اللي بتطلع. فبالتالي حتى ما تخرج هاي ايش بيعملوا؟ بيعملوا درع واقي كبير مسلح حوالي 70 سم من الرصاص. الان الرياكتر بيعمل ايش؟ تسخين للمياه. المياه طبعا ايش بتيجي على هون بتعمل بخار، صح؟ هاي الووتر طبعا بتيجي منه بهذه الطريقة. تسخن المياه بيجي عندنا ستيم، ستيم يعني بخار، بيجي على التوربين، التوربين بيعمل لنا ايش؟ كهرباء، وبتوزع البيوت. لكن المية طبعا بنرد، بنيجي من الكولينج، يعني من هون من الكولينج ووتر، من اللي هي المياه الباردة، بترد ترجع هيك وبتعمل كوندنسنج للووتر، بترد ترجع في بمب مضخة، بترد ترجع ايش مرة تانية. شوف حتى السيستم كله كامل، يعني بيطلع ستيم وبخلص الميات، بخلص الميات بعدين بتعوضن من مين؟ من بحيرة أو بحر أو نهر. على فلذلك دائما عادة المفاعلات النووية شو بدها دائما؟ بدها يعني مصادر مياه، يعني تكون بجنب بحيرة، بجنب نهر، بجنب بحر، بجنب محيط. عندنا مثلا بالأردن حطوها في منطقة خرب السمرة على أساس يعني إنه يستغلوا مثلا اللي مياه المجاري وما إلى ذلك. وفي عملية اللي هي الكولينج سيستم سموها، أو الكولينج ووتر للتبريد. يعني يجب دائما ما بتبني مفاعل نووي إلا يكون عندك مصادر مياه فيها، إلا إذا كان تبريدك على الغاز. في تبريد هلا جديد بصير على السي او 2، برد بيطلع المي وهكذا، بترجع ستيم بهذه الطريقة. هاي المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نشوف بالتفاصيل عنها، راح ناخذ هاي اللي هي the core of the reactor، يعني داخل المفاعل. شوف هاي الفيول، هاي اليورانيوم، شايفين اليورانيوم بيكون زي اسطوانات، زي ما قلنا يسموها بيلتس بسمونها هذول الموجودات هون، صح؟ هذول قضبان تحكم، شايفينهم دخلهم هون بلغوا التفاعل، يعني كانهم بيبعدوا النيوترونات عن اليورانيوم، فما بصير انشطار، صح؟ هذا يعني هذا رياكتر بسموه بريشر، يعني ايش؟ يعني المية اصلا صراحة بتغلي على درجة حرارة قد ايش؟ 100، بس بترتفع درجات حرارة هون ايش؟ كثير. فإذا ارتفعت درجة حرارة ممكن تغلي المي، تبخر ويصير انفجار، صح؟ من الضغط الهائل جدا من المياه. لكن شو بصيروا ايش؟ يقللوا بالضغط، عرفت علي كيف؟ حتى انه ايش ما يغلي المياه بهذه الطريقة، فايش بطلع عندك ستيم. طبعا انتم ملاحظين الواتر هي بالمنطقة هاي، صح؟ فبصير يعني كأنه الووتر هذا طبعا في سكندري لوب، في برايمري لوب، راح احكي لكم عنها المره القادمه بالتفصيل. وفي رسمه حلوه كيف بتدخل المفاعلات النوويه،
يعني واحد دخل مفاعل نووي يطلع عليها كيف تشتغل فيها، في رسمة هيك كويسة حلوة، بس فيديو. المرة القادمة راح أعرضها ونشوفها بإذن الله تعالى كيف آلية عمل المفاعلات النووية بالضبط. exactly. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.